ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم في بداية هذه الحلقة التي سنخصصها بحول الله تعالى لقراءة القرآن والدعاء، وذلك بنية رفع البلاء والوباء عن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين وعن البشرية جمعاء. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة الخاصة ضيوفا أكارم من القراء والمشايخ، وهم السادة الشيخ خاديل والمحمد عبد الرحمن، مرحبا بكم. القارئ شريف مختار جاء، مرحبا بكم. معنا كذلك القراء القارئ سالم والمحمد الأمين الملقب الدهن، مرحبا بكم. معنا كذلك القارئ أحمد الهيبة بن يوب بن واوح، مرحبا بكم. كما معنا أيضا الشيخ عبد الله ولا عبد المالك، مرحبا بكم الشيخ. كما أرحب كذلك بالإمام يوسف جقنا، وهو إمام الجامع العتيق بكيهيدي من مدينة كيهيدي، مرحبا بكم جميعا. أبدأ معكم القارئ شريف مختار جاه من قول الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، طبعا سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله، صدق الله العظيم. بارك الله فيكم شيخنا القارئ. شيخ عديل، الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن الدعاء هو مخ العبادة، ولا يستغني عنه أحد، ولو استغنى عنه أحد لاستغنى عنه صفوة الله من خلقه وهم الأنبياء. هذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصيه غيره، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وأن تغفر ذنوبنا، وأن تكشف كروبنا، وأن تستر عيوبنا، وأن تصلح أزواجنا وذرياتنا يا أرحم الراحمين، يا فارج الهم وكاشف الغم، فرج همنا واكشف كربنا، وأصلح أزواجنا وذرياتنا يا أرحم الراحمين، يا علي يا كبير يا واحد يا أحد يا قريب يا قديم يا باقي، يا من له الأمر من قبل ومن بعد، ويا من يقول للأمر كن فيكون، فرج همنا. اللهم ارفع عنا كل بلاء ووباء وغلاء، اللهم ارفع عنا كل بلاء ووباء وغلاء، اللهم ارفع عنا كل بلاء ووباء وغلاء. اللهم إننا نرفع إليك أيدي الضراعة، نسألك من خير ما سألك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من شر ما استعاذ منه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، وكتبت الآجال ونسخت الآثار. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، الخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كربنا، وأن تصلح شأننا. اللهم اشف سقيمنا، واحفظ صحيحنا، واجمع شملنا، وارفع عنا كل بلاء. اللهم اشف سقيمنا، واحفظ صحيحنا، واجمع شملنا، وارفع عنا كل بلاء. اللهم إنه لا حول لنا ولا قوة، اللهم إنه لا غنى لنا عن فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إننا سألناك فأعطيت، ودعوناك فأجبت، ولجأنا إليك فحفظت، فاحفظنا من كل مكروه وسوء. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا، ففرج همنا، فرج كربنا، وأصلح شأننا، وارفع عنا كل بلاء ووباء. يا من لا تخفى عليه خافية، يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يا من أحاط علمه بكل شيء، يا من يقول للأمر كن فيكون، ويا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن. اغفر ذنوبنا، واكشف كروبنا، واستر عيوبنا، وآمن روعاتنا، وأصلح أزواجنا وذرياتنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا كل بلاء، اللهم ارفع عنا كل بلاء. اللهم إنه لا طاقة لنا بالبلاء والغلاء والوباء، اللهم إنه لا غنى لنا عن فضلك. اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم إننا نعوذ بك من دعاء لا يستجاب، اللهم إننا نعوذ بك من دعاء لا يستجاب. اللهم إن هذا الدعاء وعليك التكلان، وإليك المفر والمرجئ، ففررنا إليك في السر وفي العلانية، وفي السراء وفي الضراء، وفي الخوف والأمن، وعودتنا نعمك ظاهرة وباطنة، وأسبغتها علينا، فأدمها علينا يا أرحم الراحمين. بارك الله فيكم. القارئ سالم المحمد الأمين الملقب الداهن، تبدأ من قول الله عز وجل، وطبعا من سورة الأنبياء، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إن
إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. ننتقل للشيخ عبد الله ولا عبد المالك ليسمعنا هو الآخر بعض الأدعية التي نستشفي بها جميعا في هذه الليلة المباركة. الشيخ عبد الله ولا عبد المالك. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي وسلم على من بعث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحفظة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. لا شك أن هذا توفيق من الله عز وجل، فالله عز وجل لا يدعوه أحد إلا بإذنه ولذلك لا يرد الدعاء. الله عز وجل يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه جل وعلا. وبالتالي لما وفقنا لهذا الدعاء نؤمن أنه جل وعلا يتقبل هذا الدعاء، فهو القائل جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. عن عبادتي، عن دعائي. وبالتالي فالدعاء هو العبادة كما في حديث أبي داود والترمذي والنسائي، والدليل قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فنلجأ جميعا إلى الدعاء وبذلك يرفع الله البلاء. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه ملء الميزان ومبلغ العلم ومنتهى الرضا وزنة العرش. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تفرج كروبنا وأن تجعل التقى زادنا وأن تحقق مرادنا وأن تصلح بناتنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم رافع السماء بلا عمد، يا واحد يا أحد يا صمد، نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تملأ أبداننا بعافيتك وأن تملأ قلوبنا بالإيمان بك وأن تملأ جوارحنا بطاعتك وأن تملأ أيدينا من فضلك. اللهم أصلحنا وأصلح بلدنا هذا وارفع عنا وباء كورونا. اللهم ارفع عنا هذا الوباء في هذه الليلة يا رب الأرض والسماء. اللهم ارفع عنا هذا الوباء عن بلادنا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم. نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت القائل ادعوني أستجب لكم، القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام،
أسألك في هذه الليلة المباركة ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مرضا إلا شفيته. اللهم من ابتلي بهذا الداء من أمتنا فاجعله عليه بردا وسلاما كما جعلته بردا وكما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. ومن لم تبتليه منا بهذا الدعاء فنعيذه بك من بهذا البلاء فنعيذه بك من هذا البلاء. اللهم ارفع عنا هذا الوباء. اللهم من أصبته بشيء من هذا البلاء فنسألك أن ترفعه عنه يا رب الأرض والسماء. ومن لم تصبه بشيء منه فنعيذه بك من أن يصاب بشيء منه يا رب العالمين. اللهم ارفع هذا الوباء عن بلادنا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب الأرض والسماء. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استثرت به في الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نسألك أن تذهب عنا هذا الوباء. اللهم ارفع عنا وباء كورونا وعن جميع المسلمين، وارفع عنا يا رب العالمين الغلاء والربا والزنا يا رب الأرض والسماء. اللهم أمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم إنا نسألك بهذا الدعاء الذي وفقتنا له في هذه الليلة أن ترفع عن بلادنا خاصة هذا البلاء وكل بلاء وكل غلاء يا رب الأرض والسماء، وأن ترفع عن بلاد المسلمين عامة. اللهم لا حول لنا ولا قوة. اللهم إنا نشهد أنك تسمعنا، نشهد أنك ترانا، نشهد أنك على كل شيء قدير. نسألك بقدرتك علينا أن ترفع عنا هذا البلاء عن بلادنا خاصة. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، وارفع عنا كل وباء وكل بلاء وكل غلاء يا رب الأرض والسماء. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن ترفع عنا وباء كورونا، وأن ترفع عن جميع بلاد المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تصلح أبناءنا وبناتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن أوصانا ومن يستحق علينا الدعاء. اللهم اغفر لنا ولجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات الحياة من الأموات. اللهم اغفر لنا جميعا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم اغفر للحاضرين والحاضرات والمستمعين والمشاهدين والمشاهدات وجميع المسلمين والمسلمات، إنك ولي ذلك مجيب الدعوات يا رب الأرض والسماوات. نسألك في هذه الوقت في هذه الساعة المباركة في هذا المقام ألا تدع لنا وللمشاهدين ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. آمين يا أرحم الراحمين. بارك الله فيكم شيخنا الكريم. صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم شيخنا الكريم. القارئ أحمد الهيبة، تبدأون بما تيسر من قول الله عز وجل في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فلتتفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. مزيدا من الأدعية وذلك مع الإمام يوسف جقنا إمام الجامع العتيق بمدينة كي هيدي. إمامنا الكريم فلتتفضلوا ببعض الأدعية. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة. إذن اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. لا قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. اللهم صل على ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير، اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير، اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفاء، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها الصلايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعلنا في الإيمان كاملين، وعلى الإسلام ثابتين، وللفرائض مؤدين، وبالسنة محمد صلى الله عليه وسلم مستمسكين، وبالقرآن عاملين، ومن الذنوب تائبين، ومن الحلال مرزوقين، ومن الحرام معصومين، وفي الدنيا مهتدين، وفي الآخرة مرحومين، ولنعمة ومن المعصية هاربين، ومن الفتنة السالمين، وعند الموت فارحين، وفي القبر ثابتين، وإلى جنتك السابق في عليين الساكنين، وبالنظر إلى وجهك الكريم متمتعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ارفع عنا الوباء والبلاء وسيء الأسقام يا رب يا رب يا رب. وصلي اللهم على صحابه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. بارك الله في الإمام يوسف جقنا من مدينة كي هيدي. القارئ شريف مختار جاء ما تيسر من سورة البقرة. يقول الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. الشيخ خادي، المزيد من الدعاء في هذه الجلسة المباركة. ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إننا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إننا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم احفظ صحيحنا واشف سقيمنا واجمع شملنا وفرج كربنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظ صحيحنا واشف سقيمنا وارحم ميتنا واجمع شملنا وفرج كربنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنه لا غنى لنا عن فضلك ونعمتك، فأسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، يا من أسبغتها علينا ظاهرة وباطنة.
اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم إننا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم إننا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، يا من لا تخفى عليه خافية، يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم الصادق من غيره، اغفر ذنوبنا واكشف كروبنا واكشف كروبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إننا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن ترفع عنا هذا الوباء يا أرحم الراحمين، أن ترفع عنا هذا الوباء يا أرحم الراحمين. اللهم إننا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن ترفع عن الأمة هذا الوباء يا أرحم الراحمين، أن ترفع عن الأمة هذا الوباء يا أرحم الراحمين. اللهم إنه لا ملك لأحد في هذه الأرض غيرك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تقول في قولك الحكيم للأمر كن فيكون، إنك تقول لكل أمر كن فيكون، فارفع عنا هذا البلاء بقدرتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن الأقوياء استسلموا قبل الضعفاء واعترفوا بقوتك يا أرحم الراحمين، ولجوا إليك مع كفرهم وشركهم، وإننا نؤمن بك يا أرحم الراحمين، نشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، نعتز بذلك، فاستجب دعاءنا يا أرحم الراحمين، فاستجب دعاءنا يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم يا واحد يا أحد يا صمد يا علي يا عظيم يا كريم يا جبار يا أول يا آخر يا سميع يا بصير يا مهيمن يا عزيز، يا من له الأمر يا من له الأمر من قبل ومن بعد، ويا من يقول للأمر كن فيكون، اغفر ذنوبنا واكشف كروبنا واكشف كروبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا. اللهم إننا نعوذ بك من جهد البلاء، اللهم إننا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا أرحم الراحمين. اللهم إنه لا غنى لنا عن فضلك، اللهم إنه لا غنى لنا عن فضلك، اللهم إنه لا غنى لنا عن فضلك، ففرج همنا واكشف كربنا، وارفع عنا كل بلاء وغلاء ووباء، وارفع عنا كل بلاء وغلاء ووباء. اللهم بارك في أرزاقنا وفي أعمالنا، واحفظ أبداننا، واحفظ الغائب والحاضر منا، واحفظنا جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم إننا سألناك فأعطيت، ودعوناك فأجبت، وفررنا إليك فحفظت، فاحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، فاحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، فاحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك الله فيكم. ننتقل للقارئ الكريم سالم المحمد الأمين. سالم، ما تيسر من سورة الروم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون
وإذا أذقنا الناس رحمة وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ننتقل لفضيلة الشيخ عبد الله عبد المالك لمزيد من الدعاء فلتتفضلوا شيخنا الكريم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وغفر الذنوب وأتوب إليه استغفر الله العظيم للميزان ومبلغ العلم ومنتهي الرضا وزنة العرش استغفر الله العظيم عدد ما خلق في السماء استغفر الله العظيم عدد ما خلق في الأرض استغفر الله العظيم عدد ما خلق بين ذلك استغفر الله العظيم عدد ما هو خلق اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد ملء الميزان ومبلغ العلم ومنتهي الرضا وزنة العرش اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تفرج كروبنا وأن تجعل التقى زادنا وأن تحقق مرادنا وأن تصلح أولادنا اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن ترفع عنا هذا الوباء اللهم ارفع عنا وباء كورونا وعن جميع بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم ارفع هذا الوباء عن بلادنا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين وارحم موتانا اللهم أمن روعاتنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك في هذه الليلة ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا أفرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته اللهم اشف كل مريض من مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف كل مريض من مرضانا يا رب العالمين ومرضى المسلمين اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تؤمننا في دورنا اللهم إنا نسألك أن تؤمننا في دورنا وأن تصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة
يا رب العالمين، نسألك بجميع أسمائك الحسنى وصفاتك العليا. الله نسألك بأن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استثرت به في الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حفظه والعمل به آناء الليل وآناء النهار ابتغاء وجهك غير الجاه والأسماء. اللهم اصلحنا أجمعين واشفنا جميعا واشف مرضانا. اللهم اشفنا جميعا واشف مرضانا. اللهم اجعل هذا الوباء في بلادنا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين بردا والسلام، كما جعلت النار بردا والسلام على إبراهيم. اللهم إنا نسألك أن ترفع عن بلادنا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، ونسألك يا حي يا قيوم أن تجعله بردا والسلام على من أصابه من بلاد يا أرحم الراحمين من بلادنا ومن بلاد المسلمين، وأن ترفعه يا أرحم الراحمين عنا، ونعيذ بك من لم يصبه من أن يصبه. اللهم يا حي يا قيوم يا جلال الإكرام، نسألك في هذه الساعة يا أرحم الراحمين أن ترفع عنا هذا الوباء. اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والبلاء والزنا والربا يا رب الأرض والسماء. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم شيخنا الكريم. ننتقل للقارئ أحمد الهيبة، وذلك لقراءة ما تيسر من سورة إبراهيم. يقول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يوخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء
وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. ننتقل للإمام يوسف جقنا من مدينة كيهيدي، وذلك لمزيد من الدعاء في هذه الحلقة الخاصة. إمامنا الكريم تفضلوا. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا. أشرق نور الله وظهر كلام الله وثبت أمر الله ونفذ حكم الله، استعنا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تحصنا بخفي لطف الله وبجميل ذكر الله وبلطيف صنع الله وبقوة سلطان الله، دخلنا في كنف الله واستجرنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رحمة نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا لا إله إلا أنت. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطر، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا رحمة تغنينا بها الرحمة من سواك، يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا، فسهل لنا جميع أمورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا هو ما للظالمين أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا المتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم شيخ الإمام من مدينة كي هيدي. ننتقل للقارئ شريف مختار جاء، وذلك لقراءة ما تيسر من آية الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. مزيدا من الدعاء مع فضيلة الشيخ الدين محمد عبد الرحمن. يا رب يا رب يا رب يا رب يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير اللهم إننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم رب السماوات وما أضل ورب الأراضين ورب الأراضين وما أقللنا ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما أغرينا فرج همنا واكشف كربنا وأصلح شأننا يا أرحم الراحمين اللهم إننا نرفع إليك أيدي الضراعة نسألك من خير ما سألك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعوذ بك من شر ما استعاذ منه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استجب دعاءنا اللهم إننا نعوذ بك من دعاء لا يستجاب اللهم إننا نعوذ بك من دعاء لا يستجاب اللهم إننا نعوذ بك من دعاء لا يستجاب اللهم إنك أنت الغني ونحن الفقراء وأنت القوي ونحن الضعفاء وأنت العزيز ونحن الأذلاء ففرج همنا واكشف كربنا وارفع عنا كل بلاء وغلاء ووباء يا لطيف الطف بنا ويا رحيم ارحمنا ويا رحيم ارحمنا يا فارج الهم وكاشف الغم فرج همنا فرج همنا واكشف كربنا اللهم بارك لنا فيما أعطيت اللهم بارك لنا فيما أعطيت اللهم بارك لنا فيما أعطيت اللهم إننا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك
وجميع سخطك. اللهم إننا نعوذ بك من البلاء والوباء والغلاء. اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا أرحم الراحمين. اللهم إن الأمر أمرك، والخلق خلقك، والعبد عبدك، وكل شيء بيدك، إنك على كل شيء قدير. ارفع عنا هذا البلاء. اللهم إن هذا الوباء نزل بالأرض من غير علم منا، فارفعه عنا بقدرتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنه لا طاقة لنا إلا بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج همنا، واكشف كربنا، واستر عيوبنا، وآمن روعاتنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا، واغفر لنا، وارحمنا، أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. بارك الله فيكم شيخنا الفاضل. ننتقل للقارئ سالم والمحمد الأمين ملقب الداهنة، وذلك لقراءة ما تيسر من آية الذكر الحكيم، فلتتفضلوا شيخنا الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو العزيز الحكيم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق
فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. شكرا للقارئ سالم المحمد أمين مرقب الدهن. ننتقل لفضيلة الشيخ عبد الله والعبد المالك وذلك لمزيد من الدعاء في هذه الحلقة الخاصة بقراءة القرآن وأيضا للدعاء وذلك بنية رفع البلاء والوباء عن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين. فضيلة الشيخ عبد الله تفضلوا. عظيم بالميزان وبلغ العلم والترضى وسنة العرش. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد عدد ما خلقت في السماء وعدد ما خلقت في الأرض وعدد ما خلقت بين ذلك وعدد ما أنت خالق. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وذنوب أزواجنا وذرياتنا وذنوب جميع المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته. اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا رب رضي السماء. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الخالق الرازق المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير. نسألك بجميع أسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترفع عنا هذا الوباء. اللهم ارفع عنا الوباء والغلا يا رب الأرض والسماء. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تؤمننا في دورنا. اللهم أمننا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا هذا الوباء عن جميع المسلمين يا رب الأرض والسماء. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. نسألك بجميع أسمائك الحسنى وصفاتك العلى قريب يا مجيب يا سميع يا عليم يا حكم يا عدل. نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن ترفع عنا هذا الوباء في هذه الليلة يا رب الأرض والسماء. اللهم ارفع عن بلادنا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم من أصابه شيء منه في بلادنا أو في بلاد المسلمين أو في جميع أنحاء العالم أسألك أن تجعله عليه بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. اللهم من أصبته بشيء من هذا الوباء من المسلمين فاجعله عليه بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. اللهم إنا نسألك بأننا عبيدك الضعفاء وأنت القوي يا رب العالمين. نسألك أذنت لنا في دعائك أذنت لنا في أن ندعوك وقلت تدعوني أستجب لك. نسألك في هذه الليلة أن ترفع عنا هذا الوباء في هذه الليلة وأن ترفع عنا جميع الأمراض يا رب العالمين والآفات وأن تؤلف بين قلوب شعبنا يا أرحم الراحمين. اللهم اهد قلوبنا وأمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.
اللهم إنه لا طاقة لنا بهذا الوباء، نسألك أن ترفعه عنا يا رب العالمين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا في هذه الليلة وترفع عنا هذا الوباء عن جميع بلاد المسلمين، آمين. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ننتقل للقارئ أحمد الهيبة والواوح، وذلك لقراءة ما تيسر من آية الذكر الحكيم. تتفضل شيخنا الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. نختم هذه الحلقة الطيبة المباركة مع الإمام من مدينة كيهيدي يوسف جقنا، وذلك بدعاء جامع خاتم في نهاية هذه الحلقة الخاصة، فلتتفضلوا فضيلة الإمام. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض عن الخلفاء الراشدين وعن كافة الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين، واجعلنا من التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح أئمتنا وقضاتنا ومن وليته شيئا من أمورنا، واكتب السلامة للحجاج والمسلمين في برك وبحرك وجوك آمن يا رب العالمين. وانصر جيوش المسلمين كلما حاربوا نصرا تعز به دينك وتذل به رقاب عدائك الكافرين. اللهم عز الإسلام والمسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد. اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد. اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد، واجعلها آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين. يقول الله عز وجل في محكم كتابه:
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. كما بدأنا بآية ذكر الحكيم نختم به في نهاية هذه الحلقة الخاصة المباركة. أتشرف بشكر حضورنا الأكارم وهم السادة الشيخ خاديل والعبد الرحمن، شكرا لكم شيخنا الكريم على ما تفضلتم به من إفادة في هذا اللقاء الطيب المبارك. الشكر كذلك للقارئ شريف مختار جاه، شكرا لكم. الشكر كذلك للقارئ محمد الأمين الملقب دهن، شكرا لكم. أشكر كذلك الشيخ عبد الله والعبد المالك، شكرا لكم. أشكر كذلك القارئ أحمد الهيبة ونيوب والواوح، شكرا لكم شيخنا القارئ. كما أشكر أخيرا وليس آخرا الإمام يوسف جقنا إمام الجامع العتيق بمدينة كيهيدي من مدينة كيهيدي، شكرا لكم جميعا. كما أشكركم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة، هذه تحياتي وتحيات المخرج مصطفى الحويشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.